هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أعاد لقاءنا هذا، نرجوه سبحانه وتعالى أن يعيده علينا مرات ومرات في الدنيا ومرات ومرات في الآخرة عند حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في أعلى جنان الخلد. ثم أقول وبالله التوفيق، مرحبا بكم في برنامجكم رمضان كريم وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس، كل الناس، كل الناس، المسلم وغير المسلم، وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حتى الكفار يعاملهم المعاملة الحسنة، المعاملة الطيبة، المعاشرة الحسنة. وما حادثة اليهودي الذي كان يرمي زبالته أمام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج عليه الصلاة والسلام أخذها وجعلها في مكان آخر. كل يوم يلقى نفس المسألة، نفس العمل يتكرر. في يوم من الأيام لم يجد تلك الفضلة، فتسأل عليه الصلاة والسلام عن سبب غيابها، فقيل له إن اليهودي الذي تعود على أن يرمي هذه الزبالة أمام بيتي صلى الله عليه وسلم مريض. فما كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا أن ذهب ليعوده ليزوره. فتعجب اليهودي وقال سبحان الله، أبو القاسم أؤذيه ويعودني؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا صاحب الخلق العظيم وخالق الناس بخلق حسن. كل الناس، كل الناس، وأقرب الناس إليك هم أولى بهذه المخالقة الحسنة، بهذه المعاشرة الطيبة. من أقرب الناس إلينا؟ أقرب الناس إلينا الوالدان، اللذان خصهما الله سبحانه وتعالى بأعظم التشريف والتبجيل، كيف لا؟ وقد قرن سبحانه وتعالى أمره بعبادته بالأمر بالإحسان إليهما، بطاعتهما، بمصاحبتهما في الدنيا معروفة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ومش ثم وبالوالدين إحسانا، يعني مباشرة
أمر من الله سبحانه وتعالى بعبادته بإخلاص العبودية له، وأن تحسن لوالديك، أن تبرهما، أن تطيعهما، لأنك إذا أطعتهما فقد أطعت ربك سبحانه وتعالى. وإحنا من حيث صغار علمونا القصيدة الرائعة: ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، ما بقاء الكون إلا بحنان الأبوين، أبوى الإنسان بعد الله أولى بالمحبة، من أغضب أما أو أبا أغضب ربه. خلاص، إذا أصبح والداك صاخطين عليك لم تنفعك أي رضا آخر، حتى رضا الله سبحانه وتعالى يبقى في حالة كمون حتى يرضى عنك والدك. وإذا أصبحت وقد رضي عنك والداك فإن الله سبحانه وتعالى يبدل سخطه سبحانه وتعالى عليك برضا. لذلك علينا أن نفهم هذا، وأن نعامل والدينا المعاملة الحسنة. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعفوا نساؤكم. كي تبر بوك وامك ثق ثقة كاملة أن أبنائك سيبروك من بعد ذلك. هو البر تمهيد للطريق لأولادك حتى يبروك. راهي ماش حاجة لازمة، لابد يمكن شخص برا والديه ولكن ابنه عقه. احنا نشك في ان سيدنا نوح عليه السلام كان بارا بوالديه، لا شك هو نبي مرسل، ولكن ابنه كان عاقا لم يؤمن به، كافر. وقد لا تبر والدك ويبرك ابنك، هذا تصريف الله سبحانه وتعالى. لكن القاعدة ماذا تقول؟ تقول بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. خلاص، كي نقلب القاعدة نقول عقوا آباءكم تعقكم أبناؤكم. نعم، كما تعامل، كما تدين تدان. الديان لا يموت. رجل احنا عندنا في صفاقس هنا في بقعة في البلاد العربي، تعارك هو ولده، ضربوه بكف، لعبة ضجت. اها يا سي فلان، كيف تسمح بذلك؟ قال امدعوه سيبوه، والله العظيم لقد ضربت والدي في نفس هذا المكان. خلاص، والاخر مرض والده وكان في المستشفى وطلعوه للدار وخلاه راسه مساند على صدره هو يطعم فيه، فضحك الأب. فقيل له: ما يضحكك؟ شبيك تضحك يا أبويا؟ قالوا: يا بني والله لقد فعلت نفس الشيء مع جدك، طلعناه من المستشفى وطعمت الشربة كيف ما تطعم فيه أنت تو. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعفوا نساءكم. لابد نقولوا هالشطر هذايا، يعني كيف تعف أنت وما ترتعش في محارم الناس وما تبحلقش نساء الناس وبناتهم. والله لو تركت زوجتك في 1000 رجل ما وصلوا إليها، أما إذا رتعت في محارم الناس والله، وكان تخلي زوجتك في صندوق بالار وأنطيبال إلا ما يدخله ويعتدوا عليها. بروا أباءكم تبركم أبناءكم، وعفوا تعفوا نساءكم. الراجل يبيع في القماش
وتدخله مجموعة من النسوة، دخلت له مرة مرأة جميلة جدا، هو يقسلها في القماش مسلها يده بنية خبيثة، فمشيت المناعة روحه وتخلي يفطر في وقت الفطور، يبقى مرته مغشة، شبيك لباس. فقالت له السقة، احنا في السواقس نقوله التراق، وفي بقايا عقل يقوله الجرباجي، وبالعربية السقة اللي يجيب الماء. قالت العادة السقة يصب الماء في الزير ويخرج، اليوم انا مطبسه وضربني. ايش قال لها؟ قال دقة بدقة، ولو زدت ولا زاد السقة. نتواصل بعد الفاصل بإذن الله سبحانه وتعالى. أصالتي ليس له مثيل. بروا أباكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعفوا نساؤكم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قيل: ثم من؟ قال: أمك. قيل: ثم من؟ قال: أمك. قيل: ثم من؟ قال: أبوك. ثلاثة أرباع حسن الصحابة للأم، وربعها للأب. سبحان الله، من الذي قسم هذه القسمة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، فهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وعلينا معشر الرجال ألا نغضب من ذلك، لأن القسمة قسمها الله سبحانه وتعالى. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل يريد أن يشارك في الجهاد معه صلى الله عليه وسلم، فقال: هل من والديك أحد حي؟ قال: أمي يا رسول الله. قال: اذهب والزم قدميها فإن تحتهما الجنة. معاملة حسنة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، سأله رجل بعد أن طاف بأمه بالكعبة المشرفة زادها الله تشريفا وتعظيما 7 أشواط، ثم سأله: هل أديت حقها يا سيدي يا رسول الله؟ قال له: لا، ولا بزفرة واحدة، يعني ما خلصتاش في حتى كته هي حامل بك. جاء رجل إلى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وسأله: يا سيدي، لقد جئت بأمي من خراسان أحملها على ظهري، وهي تقضي حاجتها عليه، حاجتها الكبيرة والصغيرة تقضيها فوق ظهر ابنها، فهل أديت حقها؟ قالوا: لا. قالوا: لما؟ سبحان الله، راني جيت بها من خراسان تبعد آلاف الكيلومترات على مكة على ظهري، وهي تقضي حاجتها فوقه، وإذا الكل ما أديتش حقها؟ قالوا: نعم. قالوا: لما؟ قالوا: لأنها كانت تفعل ذلك بك وهي ترجو بقاءك، وأنت تفعل بها ذلك وأنت ترجو فنائها. سبحان الله العظيم، مش الأم وليدها ولا بنيتها سيارات ويوسخوا دبشن
وبدنهم وملاحفهم، وبعد ما تنظف له ولا تنظف لها تبوسه وتقول له يحيلي ابني ولا يحيلي بنتي. ها، واحنا كيف عندنا والد ولا والدة مرضى، شحال الوالدة ربي يشفيها، ربي يجيبنا ويجيبها في أبرك الساعات. إيه طولت شوية، سبحان الله العظيم. هكذا هي تفعل بك ذلك وهي ترجو بقاءك، وأنت تفعل بها ذلك وأنت ترجو فنائها. سيدنا موسى عليه السلام كليم الله، أوحى الله إليه وقال له يا موسى اذهب وزر رفيقك في الجنة، فذهب سيدنا موسى إلى هذا الشخص الذي قال له عنه الله سبحانه وتعالى، فإذا هو جزار، فأخبره موسى بأنه يريد أن يكون ضيفا عليه، والرجل لا يعرف موسى عليه السلام، فقال حبا وكرامة وأخذ شيئا من اللحم ودخل به إلى بيته وطبخه، وعندما حضر الغداء أو العشاء رأى سيدنا موسى الرجل ينزل دوحا، وإذا به بامرأة كبيرة السن، يعني ضئيلة البدن. ماذا يفعل الرجل قبل أن يأكله؟ هو يرفس اللقمة ويطعم تلك المرأة حتى شبعت. فقال سيدنا موسى عليه السلام من هذه المرأة؟ قال هي أمي، وأنا أفعل بها هذا منذ 10 سنوات. قال سيدنا موسى قال سمعتها تتمتم، ماذا تقول؟ فقال إنها تدعو لي اللهم اجعل ابني رفيق موسى في الجنة. فقال أبشر، أنا موسى وقد بشرك الله سبحانه وتعالى لتكون رفيقي في الجنة إكراما لك لأنك أكرمت أمك. قال صلى الله عليه وسلم من أكرم شيخا لسنه قيض الله له من يكرمه عند سنه. هذا شيخ من أيها الشيوخ، من أيها الناس، بعيد عنك. فإذا كان هذا الشيخ وهذه الشيخة أما أو أبا فالجزاء سيكون من نفس العمل، من جنس العمل، فسوف يقيض الله سبحانه وتعالى لك من ولدك أو من غير ولدك ليكرمك. أما إذا لم تكرم ولم تبر ولم تحسن وغلظت القول، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر المؤمنين ولم يسمح لهم بالذل والتذلل إلا في موضعين اثنين من القرآن الكريم. الأول في أن نكون نحن معشر المؤمنين أذلة على بعضنا البعض، بالنسبة لخويا أكون ذليلا طيعا هينا لخويا المؤمن، والموضع الثاني التذلل للوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. شو هو التعبير للسمح؟ جناح الذل من الرحمة، جناح يذكرنا بالطائر، بالدجاجة التي تحنو على فراخها وتدخلهم تحت جناحيها فيدخلان في الكنف ولن يستطيع أحد أن يصل إليهما ويؤذيهما، أن يصل إلى تلك الفراخ لإذاءتها. كذلك الوالدان يصبحان عند كبر السن كالفراخ الصغيرة، تحتاج إلى الرعاية والعناية والرأفة والرحمة. حذاري
أيها الأخ الكريم، أيتها الأخت الكريمة، أن تغلظ القول لوالديك. رب سبحانه وتعالى قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وجاء في بعض الآثار أن من نظر إلى والديه شزرا، يعني على جنب، من نظر إلى والديه شزرا تعلقت الملائكة بالعرش مخافة أن يقع على الأرض من فرط وهول هذه الإشارة البسيطة. نظر إلى والديه شزرا باحتقار، وهو يقول في نفسه: أش يحب الشايب هذايا وله العزوزة. وإلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.